وفقاً لدراسة سنوية هذا العام، احتلت فنلندا للعام الثاني على التوالي المرتبة الأولى بكونها أسعد دولة في العالم. تقوم هذه الدراسة بترتيب 156 دولة، وذلك بناء على تقييم مدى سعادة المواطنين في حياتهم. تعتمد هذه الدراسة في تحديدها لمدى سعادة هذه الدول على عدة أمور كالدخل والحرية والثقة ومتوسط العمر والدعم الاجتماعي بالإضافة للكرم. وبعد إجراء هذه الدراسة توصلوا أنه لا يمكن لأي بلد التفوق على فنلندا، وذلك نظراً لأنظمتها التعليمية المثيرة للإعجاب وقدرة شعبها على الموازنة بين العمل والحياة ومدى تكيفهم مع الطبيعة وغيرها من الأمور التي ستتعرف عليها في هذا الفيديو. أولاً، كما ذكرنا سابقاً أن فنلندا تحتل المرتبة الأولى كأسعد دولة في العالم، ولكن هذا الأمر لا يقتصر على سكانها فحسب، بل إن الأمر ذاته ينطبق على المهاجرين إليها. من الصحيح أن جميع الفنلنديين كانوا أكثر سعادة من غيرهم في العام الماضي، ولكن المهاجرين إليها كانوا أكثر سعادة أيضاً، حيث إن الأمر لا يتعلق بالجينات، بل إن سببه يعود للطريقة التي تتبعها هذه الشعوب بعيش حياتها. ثانياً، نظام التعليم الفنلندي معترف به على نطاق واسع كواحد من أفضل النظم التعليمية في العالم. ثالثاً، مدينة هلسنكي هي عاصمة فنلندا، كما أنها مركز ثقافي وأكاديمي. تقع هلسنكي في شبه جزيرة في خليج فنلندا. يظهر في هذه الصورة ميدان التسوق في المدينة، وهي من الأماكن الشهيرة التي يقصدها معظم السياح لشراء الهدايا التذكارية المصنوعة يدوياً وتذوق المأكولات المحلية. رابعاً، الهندسة المعمارية المذهلة في العاصمة هلسنكي. تعد كنيسة أوسبينسكي أحد أكبر الكنائس الأرثوذكسية في أوروبا، مبنية من الطوب الأحمر، كما تتميز بأسقفها الزرقاء وقبابها الذهبية. تعد هذه الكنيسة بالنسبة للشعب الفنلندي نوع من التذكير بالتأثير التاريخي الروسي على بلادهم. خامساً، فنلندا مليئة بالمواقع التاريخية التي تعود لمئات السنين. سومينيلينا هي قلعة ساحلية ضخمة قامت اليونسكو بتصنيفها على أنها موقع تراثي عالمي. تقع هذه القلعة في وسط مدينة هلسنكي، وقد شيدت عام 1748. تتوزع أجزاء هذه القلعة على سبع جزر صغيرة ولها عدة أسماء، كما أنها كانت تابعة لكل من السويد وروسيا وفنلندا على مر التاريخ. سادساً، تضم فنلندا متاحف ومعارض فنية من الدرجة الأولى. سابعاً، تشتهر هلسنكي بمأكولاتها وبمطاعمها، فهي موطن لستة مطاعم حصلت على نجمة ميشلان. ثامناً، تشتهر فنلندا بالتوازن النسبي بين العمل والحياة، فهي تحتل المرتبة الرابعة بين دول أوروبا كأفضل دولة قادرة على الموازنة بين العمل والحياة، وذلك وفقاً لدراسة أجرتها شركة تالي ماني في المملكة المتحدة. تاسعاً، الشعب الفنلندي مشهور بطبيعته النشيطة وحبه لقضاء الوقت في الهواء الطلق كالمشي وركوب الدراجات والتزلج والتجديف بالكايك، فربما هذا ما يفسر نمط الحياة المترفة والصحية التي يتمتعون بها. عاشراً، على الرغم من أن فنلندا هي منطقة قطبية ودرجات الحرارة فيها منخفضة للغاية، إلا أن الفنلنديين استغلوا موقع بلادهم المميز، حيث إن فنلندا هي مقصد الكثير من السياح الذين يتوجهون إليها لمشاهدة الشفق القطبي. 11، يمكن للسياح الاستمتاع بزيارة قلعة الثلج المبنية بالكامل من الثلج. قلعة الثلج هي قلعة مبنية من الثلج بشكل كامل، حيث يمكنك التجول في قاعاتها ورؤية التماثيل الجليدية، حتى أنه يوجد غرف فندقية مبنية من الثلج بشكل كامل. 12، يوجد في فنلندا قرية مخصصة لسانتا كلوز. قرية سانتا كلوز هي قرية تقع في الدائرة القطبية الشمالية على مدار السنة. يمكن لزوار هذه القرية مقابلة سانتا كلوز وزيارة معرض عيد الميلاد. تحتوي المنطقة على عدد كبير من الحيوانات القطبية، حيث يمكن للزوار
ركوب عربات تقودها هذه الحيوانات. 13. السباحة في المياه المتجمدة هي هواية وطنية لدى الشعب الفنلندي، في حين أن أغلب الدول ذات المناخ المعتدل لا يجرؤ سكانها على وضع أقدامهم في المياه الباردة أثناء فصل الشتاء، إلا أن الفنلنديين لا يهمهم هذا الأمر، بل إنهم جعلوا من السباحة في المياه المتجمدة هواية لهم. 14. الشعب الفنلندي شعب كريم للغاية، حيث إنهم يحاولون تعليم الأجانب سر سعادتهم، حيث يتطوع 8 فنلنديين لتعليم الزوار سر السعادة وأساليب حياتهم. لا عجب أن الشعب الفنلندي هو من أسعد شعوب العالم بعد كل ما تقدمه لهم بلادهم، حيث إن الناس في فنلندا يهتمون ببعضهم البعض، وهذا هو المكان الذي يحلم الناس بالعيش فيه. شكرا لكم لطيب المتابعة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد.